السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع على قناة فكرة دابور. اليوم نشوفوا مع بعضنا حل مشكلة تسريب الزيت جهة لابواد فيتاس، يعني هنا جهة لاتات كاردون. هذه نعطيك زوز حلول يعني مهمة جدا. أول حاجة الحل الأول يتعلق بجوان سبي هذا اللي يركب في لابواد فيتاس، والحل الثاني هنا في لاتات كاردون من الداخل يعني. نشوفوا هنا الطريقة كيفاش يعني نعملوا بتيت موديفيكاسيون هنا في جوان سبي. كما نعرفوا جوان سبي هذا يعني فيه روسور، ديروه نحيوه الروسور، هذا هو الروسور، نحيوه على الشكل هذا. الروسور هذا يتفتح، وهنا القرينة تاعو هذه نفتحوه كيما هكا. هاو كيفاش يتفتح، يتفتح على الشكل هذا الروسور، لأنه لاتات هنا لو دير مع مرور الوقت يعني راح تتكل شوية هنا، يعني مع مرور الوقت تتكل شوية. يعني حتى لو نجيبو جوان سبي جديد يعني راح يكون فيه تسريب في المكان هذا. وبالتالي احنا واش نعملو، الروسور هذا نديروه نقصو فيه شوية، الروسور هذا على الجهة اليمنى يتقص على جهة واحدة. هو هنا لاتات هنا كاين المكان يجي رقيق، يعني لو نقصو لاتات هذه الروسور سيبون يعني نفزدوه، الروسور يتقص هنا على الجهة هذه، ولاتات هذه نخليوها، لاتات هذه دائما نخليوها يتقص دائما على الجهة اليمنى. نقصوه بقلاب ولا بحاجة، نقصوا له شوية يعني قد ما نحبو احنا، ها نقصوا له كيما هكا هالشكل هذا، ها نحيت منه الطرف هذاك ونديروه نقفلوه كيما هكا، نرجعو المكان تاعو يعني فيلطاج. كاينة لاتات اللي قلت لكم هذي كامل، ها لاتات ندوروها ندخلوها في المكان اللي قصينا عليها بالشكل هذا. يعني الروسور نديرو نضيقو فيه شوية باش يولي يتناسب مع المكان هذا اللي يتكل، لأنه هنا المكان هذا مع مرور الوقت يعني يدير يتكل شوية. ونرجعوه للمكان تاعو كيما هكا، نضيق كيفية هذي نرجعوه للمكان تاعو. بون الحل الثاني هو يعني الحل المهم جدا، ممكن اغلب لي ميكانيسيان ما يتولهولوش يعني وما يروحش بالهم ليه خلاص، لو ما يكونش يعني واحد متمرس في الميدان ما يفيقش بيه الديفو هذا. نشوفه مع بعضنا، نفتحوا لاتات هذه يعني الجهة هذه اللي تدخل في لابواد فيتاس، نفتحوها على الشكل هذا. نفتحوها على الشكل هذا. المشكل وين يكون المشكل؟ هو هنا في الروسور هذا، الروسور هذا ها. نشوفوا مع بعضنا الروسور هذاك وين يدير يركب، ونشوفوا الوظيفة تاعو. الروسور هذاك ها وين يدير يبوزي، هنا في اللاتات هذي ويبوزي هنا في التور هنا تاع تريبو، يعني يبوزي هكا الشكل هذا هنا في التور تاع تريبو. نشوفوا الخدمة تاع الروسور هذا، خدمة الروسور هذا يعني يقعد محافظ دائما على لاتات هذه قافلة مع لابواط. لو يدير يغلب الروسور هذاك يعني هنا لاتات ما تكونش قافلة مليح،
ماهيش راح تقفل مليح هنا جهة لابواد جهة جوانسبي، يعني راح يكون تكون مرخوفة هنا، وبالتالي راح يكون تسرب الزيت. الروسور يعني الحل تاعو هذا، يعني نقدر نديروه نكسلوه شوية نعرضوه فيه، ولا اللي يلقى يبدل واحد خلاف مليح. يعني هذه هي الحاجة المهمة في تسريب زيت على جهة لابواط. الروسور كما قلت يعني يقعد محافظ دائما على لاتات هذه قافلة في اللابواط، يعني في جميع الأحوال وفي جميع الحالات. أو كما نعرف كذلك الكاردون راهو عليه ضغط كبير، يعني يخدم على الرود. الجهة هذه هنا هذه يعني تخدم على الروضة، فبالتالي راح يكون عليه ضغط كبير. نشوف هو جوان سبي وين يدير وين يلصق. برك جوان سبي ها هو وين يجي، هذا جوان سبي يجي في اللابوات، ها هو وين يلصق هنا، يلصق هنا في المكان هذا. ها الروسور الخدمة تاعو يقعد دائما رابز لاتات هذه باش تقفل هنا في جوان سبي هذا هنا، باش تكون ديما قافلة في جميع الحالات يعني وفي جميع الظروف. وهذا مكان نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم. نتلاقاو في الفيديوهات الجايين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.